السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعليم اللغة الإنجليزية. هذا الدرس يتعلق بتعريف بالحروف الهجائية في اللغة الإنجليزية English Alphabet. غادي نتعرفوا على الشكل ديالها وعلى النطق ديالها كحروف، وكنعرفوا بأن كل حرف كيختلف النطق ديالو حسب كل كلمة يقع فيها. هذه بعض المصطلحات المتعلقة بالدرس ديال اليوم. الحروف الهجائية الإنجليزية The English Alphabet. حرف Letter. صوت Sound. النطق Pronunciation. يبلغ عدد الحروف الهجائية في اللغة الإنجليزية 26 حرفا، سنتعرف عليها كلها في هذا الدرس. لنبدأ. A A Make B B Ball C City D D Door E E Ear F Foot G G Garage H H Hat I I Eyes J J Jam K K Kilo L L Lips M M Milk N N No O O No P Pen Q Q Quiet R R Red S S C T Toe U U Umbrella V V Van W W Wall X X Wax Y Y Yellow Z Z Zero